بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الاعزاء، مرحب بكم في فيديو جديد. النهارده هنكمل مع بعض دوكمنت جديده من ضمن الديليفرابل اللي بنستلمها من الديزاينر. الدوكمنت دي اللي هي عباره عن التاي ان ليست. ايه هي التاي ان ليست؟ زي ما اتكلمنا مع بعض في الفيديو السابق بتاع الايزومتريك دروينج، وقلنا ان في تاي ان بوينت بتكون موجوده في الايزومتريك دروينج. التاي ان بوينت دي بتكون واخده رقم معين وبيتحدد لي المكان الايست والنورث بتاعه والاليفيشن، وهيربط على انه خط بالظبط. فالخط ممكن يربط مع اكزيستنج بايب لاين او مع نيو بايب لاين، مش فارقه على انه خط. يعني عباره عن ايه التاي ان ليست؟ التاي ان ليست هي بتاخد لها، بيبقى لها سيريال نمبر، بتاخد ترقيم 1 2 3 4 1 اي او 2A 2B 3A 3B whatever، على حسب عدد نقاط التاي ان بوينت في المشروع اللي عندي. ممكن تبقى 10 20 100 200 على حسب كل مشروع وظروفه. بيحدد لي البي اند اي دي نمبر، بيقول لي ان التاي ان بوينت دي موجوده في البي اند اي دي رقم كذا. يعني لو عايز تعرف مكانها فين وعلى انه خط او بتربط ما بين انه جهاز، فهتروح البي اند اي دي بالرقم ده زي ما اتكلمنا عليه قبل كده ونشوفها هناك. وبيكون محدد لي التاي ان بوينت دي جايه منين وراحه فين. فهنا مثلا بيقول لي جاي من الخط اللي هو 8 بوصه بي 158 سي اي اس ان. سي اس دي اللي هي البايب سبيسيفيكيشن، المواصفات بتاعتها زي ما هنتكلم في فيديوهات قادمه ان شاء الله عن الماتيريال سبيسيفيكيشن. ورايح للخط الثاني ده اللي هو بالمسمى ده. وعندنا البي اند اي دي، البي اند اي دي نمبر لو عايزين نعرف الكونكشن دي شكلها منين وجايه منين وراحه فين وكل الداتا المطلوبه عنها. وبيقول لي التاي ان نمبر ده موجود في الايزومتريك دروينج رقم كذا اللي هو اتكلمنا عليه في الفيديو السابق، وقلنا ان كل ايزومتريك دروينج بيبقى له دروينج نمبر، ده بيبقى عشان ريجسترد بالرقم ده. وبيحدد لي الخط اللي ماشي الايزومتريك ده، اذا ايه نوع السيرفيس اللي فيه، هل هي بروسيس ولا فلير ولا فيول جاز ولا كلوزد درين ولا اوبن درين ولا وات ايفر السيرفيس اللي فيه. وبيحدد لي الانسوليشن اذا كان في عزل على الخط ولا مفيش عزل. لو في عزل بنلاقي هنا حرف الاتش يعني هيت انسوليشن حرف الاتش، لو مفيش عزل بيحط ان يعني نيوترال. ولو كان في حرف الاتش بيبدا يحدد لي الانسوليشن سيكنس، بيقول لي ان العزل ده مثلا هيبقى الثيكنس بتاعه 20 سنتي 30 سنتي على حسب الديزاين اللي عندي للهيت انسوليشن. وبيقول لي اذا كان في هيت تريسنج ولا لا. التريسنج، التريسنج ايه هي التريسنج؟ التريسنج ده عباره عن كابلات حراريه بتولد حراره بدرجات معينه حسب الديزاين بتاعتها. الهيت تريس لها اكتر من طريقه، ان هي بتتلف على الماسوره يا اما بتتلف طولي او حلزوني على الماسوره وبتتوصل بمصدر كهرباء. وعدد اللفات الهيت تريس في المتر الطولي من مواسير بيحدد كميه الحراره الخارجه من الكابلات دي ورايحه للمواسير. ده بيكون امتى بلجا للهيت تريس؟ الهيت تريس انا بلجا له لو عايز احافظ على درجه حراره معينه على خط معين، يا اما نتيجه ان درجه الحراره الاتموسفير بتنزل التمبريتشر، او ان البروسيس نفسها بتحصل عمليه بتسبب تمبريتشر دروب. فانا عايز احافظ ان الخط ده ما يحصلش فيه مثلا كوندنسيشن، ما يحصلش فيه ما تتكونش فيه ليكويد وات ايفر السيرفيس اللي عندي، او لو اذا كان خط ليكويد ما يحصلش له التجمد فريزنج ويحصل له بلوكج. وهنا بيحدد التاي ان بوينت اذا كان فلانجد او ويلدد، وبيحدد السايز بتاع التاي ان على الخط اللي انا هعمله. يعني بيقول لي التاي ان هيبقى فلانجد والفلانج 8 بوصه،
الريت بتاع الفلانجة 600، واذا كان هيكون ويلدد فبيقول لي السايز 8 بوصة، البايب سكيدول 20 او 80 او 160 على حسب، بحيث ان انا اقدر احضر الماتيريال المطلوبة لكل تاي ان بوينت. بكون عارف التاي ان بوينت ده اذا كان هصرف له كام فلانجة، او هحضر له مكن اللحام وحضر كرول لحام، وابدا اعمل الهوت وورك بيرميت واحضر كل اموري. وبيحدد هنا الدايركشن اذا كان تاي ان افقي ولا راسي، في اتجاه الشمال اتجاه الجنوب، على كل الدوكيمنت اللي عندي. وهنا عندي الكوردينيت بيحدد التاي ان بوينت ده على موجود فين في المحطه، في انه كوردينيت. الكوردينيتس هنا بتكون ريفرنس لنقطة ثابتة في المحطة اللي هي زيرو بوينت. النقطة الثابتة في المحطة أنا بنسب ليها كل حاجة في المحطة، نورث وإيست وإليفيشن. بقول النورث كذا والإيست كذا والإليفيشن كذا في حالة إن أنا عندي أكتر من ليفل. يعني مثلا لو على باي براك أكتر من ليفل، ممكن يبقى 2 3 4 ليفل حسب الديزاين. فبيحدد التاي ان بوينت ده، بيقول لي التاي ان بوينت ده موجود في المكان الفلاني، الكوردينيتس بتاعته النورث والايست، وموجود في انهي ليفل، بحيث ان انا ما اتلخبطش وما يتمش اي لخبطه في التاي ان بوينت. والدوكمنت دي اهميتها ان انا بقدر احضر نفسي واكون عارف اعمل بروكاست للشغل اللي عندي، عندي كام تاي ان بوينت وهتتعمل امتى، وابدا احضر سكيدول بتاع الشغل واحضر الماتيريال، واقدر اعمل بلان للشغل اللي في المحطه بحيث ان انا اعمل اوفرلاب ما بين الاكتيفيتي، واحضر كل تاي ان مع الايزومتريكس اللي ربطه عليه. ده دور المهندس البايبنج، ان هو لازم يكون مستوعب كل المطلوب منه كشغل عشان يقدر يستخدم المعدات والماتيريال والمان باور بالطريقة الصحيحة. وبكده نكون خلصنا دوكمنت النهاردة. نتمنى نكون قدرنا نوصل لحضراتكم المعلومات الكاملة، وتكون حضراتكم استفدتوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.